إما لشرعة مرجنية بياو إلا خاطب به أما عرفة كلتورة واتا كي دافازي كي أكا أكري أفرتك دافازي بياو يكبكا أكري بياو يك دافازي أفرتك بكا لشرعة واردة إما كلتوري مجتمعي إما كومالغاية موكو كرد دقمان بو وقرتوا هميشه بياو دس بشكرة بو أفرت لمجتمعي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم آفرت هاتوا لناو مجلسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیش نیازی هاو سرگیری بو پیغمبر کردوا صلى الله عليه وسلم لبرو آسائية اکره پیاو خاطب بي اکره آفرت خاطب بي اما کاتی خوی کومولا برادری سریلانکی من هبو هر مسلمان بلنو کوئی اما بس خلقی سریلانکا بون اما کباسیم کلتوری کومولگا کانی خو ما نکر اما نو اما اچین دا خوازی آفرت و اما ماری ادینو اما اواکینو يعني لا إما ببيتشوانا ولا يعني إما لما الله دانيش رجوا هيد وسي قاز بني كارمانديا بياوون بتابتيك البياو قد وزي قاز والكوتوبية يتر أيو تو شر الدعاني مثلاً تو كش دعوة دكا تو بمالك شكالي تيم بوه كان غير بيهنم ساري كم بو أكرن بو نمون أمي بخوينم باري خوين كي عيدا بو نمون نعمال كي عيدا هل مجتمعي كي إسلاميش بون مسلمان بون لبرو أما كلتورة يعني دس بيش كري كردن بو أنجام داني بروسي هاو سرجيري الشرعة دقيق نية بلي بابي أو دس بيش كربي يا دقيق نية بلي نا وإنما أو طرفيك إيوه زواجك بكا هيك ننجيه كشي تاني برزان أصابون من المجتمعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إمام عمر كحفصيك شي بيوجن كوتوا دواي طوابوني فترة عدكي خويتش ومبادر إكردوا بخلقي قوتوا مثلا بحزلتي أبو بكري قوتوا هاتوا بعثماني قوتوا فالميتي ورا حفصتان لما ربكم آسایی بو اما لم مجتمعی آساییه لبرو انسان هر کسی که آرزوی ها و سرگیری کردنی هیا چه بو خوی چه بو کچکی چه بو خوشککی چه بو براکی آساییه بو آفرتکش آساییه هیچ عیبه کی تیانی برزان کاری کی شرعیه و کاری کی رگ پیدراو مشروعیتی خطبه طبعا جناب تعالی زانو خوی پروردگار خوی لقرآن آفرمه ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء أو أكننتم في أنفسكم واتا خطبة ريقة بيدراو إنسان بتصريح براشكاوانا خطبة بكا يا لناخي خويا بابتك بنيتوا شون اللي سيودي بكا خلصان قادني بوبكا دواتر بكسي برام بربلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواز بيني خاتو حفصي كردوا خواز بيني خاتو عائشي كردوا زود يقل خيزانا كاني بيغمبر خواز صلى الله عليه وسلم خلقي راس باردوا خوی نچو راست خو با آفرتکا یا با ولی آفرتکا بله کسی که راست پاردو فرمیتی برولای فلان کس زن زواج که بونمونه زینی راست پاردو بچه خطبه زینبی بکه لبرو آسایی خطبه بریتیل وی که کسی اتوانه مبادره بکه با انجام دانی پروسی ها و سرگیری کسی کیتر